السلام عليكم أصدقاؤنا الكرام متابعين قناة المعرفة والحكمة. في فيديو اليوم سنقدم لكم بعض النصائح للنجاح في العمل والحياة. أولا، يجب عليك مرافقة الأشخاص الناجحين والقادة الذي تتعلم منهم سبل النجاح. ثانيا، يجب عليك التركيز على هدف واحد في وقت واحد. ثالثا، لا تتوقف عن التعليم، يجب عليك كل يوم تعلم أشياء جديدة، معلومات أو تقنيات أو مهارات. رابعا، يجب عليك أن تكون شجاعا وتتغلب عن مخاوفك. خامسا، يجب عليك القراءة من أجل اكتساب المزيد من المعلومات. سادسا، يجب عليك استحضار الأفكار الإيجابية قبل النوم والتخطيط الجيد للمستقبل.